شوقيه، هو الخزان فاضي؟ وهو من امتى يا اختي بيبقى ملياه؟ وبعدين بقى عايزة اتشعطف، قلتلكوا 100 مرة عينوا لي جركن على جنب. خلاص ابي ب 2 جنيه نروح اشتري لك جركن مي. منين بقى يا اختي ال 2 جنيه؟ ما ابوكي ما قالش على اللي معايا اول باول. خدي املي لي الجركن ده من العموم. واخبطان المشوار لحد المعدية، بقول لك انا جاية مهدود حيلي. اقول لك على سكة؟ قولي على سكة يا اخت سك. وبعدين الغلط ده بقى، طب مش قايلة حاجة. خلاص قولي بقى يا بنت ضح. بصي امك شايلة جركن مية للطوارئ، بس دي ميه شرب، ما انا حد يقرب منها خالص، هي حطاها جنب سريرها. خدي بس انا ما قلتلكيش حاجه. خدي بنت الميه اهي. ايه ياما اللي مقومك من فرشتك بس؟ انا كويسه، اكيد انت راجعه من شغلك يا ضنايا، عايزه تستحمي وتروقي نفسك. نص الميه دي تشطفي بيها والنص التاني للشرب والاكل. يا سلام، اشمعنى انا بقى ياما لما قلتلك انا عايزه اتشطف قلتلي مفيش ميه؟ ولا هي الميه بقت لناس وناس؟ يا بنت المهروشه اللي مسحوبه من لسانك، انت راجعه من شغلك مستحميه ومطبه نفسك، الدور والباقي على الشقيانه دي. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ميه دي انا مخبيها عن ابوك. شوقيه، ايه هاتي الكوز وتعالي صبي عليا. لا يا اختي خدي انت الكوز صبي على نفسك، انا جايه استريح يوم وراجعه، مش جايه اخدمكم هنا كمان. يو شوف البيت، وانت يا بنت لما تخدمي اختك تبقي بتشقي. خلاص يا ماما انا هصب على نفسي. هاتي. لا يا ضنايا انا اللي هصبلك. يا عيني يا عيني على الحنية. راسي. طيب ربنا يهني سعيد بسعيدة. احك رجلي بالحجرة الاول يوم. يا بنت بتقعدي على بعض بغير يا اطمع. الوساخة دي وانت بتمشي حافية. حافية ايه؟ ده من لف على كعوب رجليا طول النهار. والله يا بنتي الود ودي اريحك من الشقة اللي انت بتشقيه ده واسكتك. هنعمل ايه؟ مليات ده حيلة. خدي كده يا يوم استمتعي. صحيح انت هتسيبي المدرسة يا شروق؟ ايوه. ليه؟ ده انت اشطر واحدة في وسط زملاتي. اكيد في سبب، هتنقلي مدرسة تانية؟ يا ريت. امال ايه؟ بابا مسافر في حتة وهياخدك معاه؟ برضه يا ريت. امال ايه؟ حضرتيني معاك عشان اشتغل واصرف على اخواتي. ابويا ضربني وقال لي كفاية عليك تعليم، اللي زيك بيجيبوا قرش ويصرفوا على بيوت. انا مستعد اروح له وكمان اديه الفلوس اللي هو عاوزها، بس سيبك تكملي تعليمك. لا يا ادهم خليك انت في دراستك، وان شاء الله تبقى مهندس كبير اما تكبر زي والدك. انا نصيبي كده. لا ما توافقيش، ما توافقيش يا شروق. يلا يا شروق يا بنتي يلا. شروق اتكلمي، انا مش هشوفك تاني ولا ايه؟ خد بالك من نفسك ادهم، انا مش هنساك. شروق انا بحبك وهفضل طول عمري احبك لحد ما اموت. بعد الشر انت حنين قوي يا ادهم، وارجوك ما تبطلش تكتب شعر. يلا يا شروق يا بنتي ابوكي مستني. ايه يا عم الرومانسيه دي؟ ادهم انت بتزقي ليه؟ يلا السواق مستني، احنا رايحين النادي، مامي عامله لك عيد ميلادك هناك. يلا شروق. يا شروق. نعم يا ام. ايه بنت مالك سرحانه في ايه؟ مش سرحانه يا ماما، انا فايقه قوي. ايه يا بنتي انت كل ده لسه في البحث بتاعك ده؟ على كده بقى مش بحث في ماده، دي رساله دكتوراه. انت بتقول فيها؟ انا بفكر فعلا بعد التخرج اعمله موضوع الدكتوراه بتاعي، اصل الجوع بيهدد 3/4 البشريه في الربع قرن اللي جاي. وعلى فكره هو بيهددني انا كمان، انا شخصيا هموت من الجوع. يا حبيبي طب ما تخلي بهية تعمل لك اي حاجه تاكلها. لا ما هو مامتك بقى يا ستي خدت بهية وطلعت بيها على شقه خالي علشان خاطر تفرشها. قولي لي بقى كلمتيها وعزمتيها ولا لا؟ اللي هي مين بقى؟ استعبطي استعبطي بقى، ما انت عارفه هي مين. قصدك على شروق؟ اطمن يا سيدي، هي من نفسها عارفه عيد ميلادي وعمرها ما نسيته. انا فاهم، بس يعني برضو انا بقول انه من باب الشياكه انك انت تتصلي وتعزميها بنفسك. بس كده من عينيا الاثنين هكلمها لك. واد باشمهندس قد الدنيا، معقول
وليه لا؟ ما هو اللي جالي لحد عندي. في ايه يا شروق؟ انت اتجننتي يا اختي؟ كل ده عشان الفلوس اللي خدها ابوكي؟ في ايه؟ فين عقلك يا بنت امي؟ ندالي، ندالي يا شوقيه، ندالي من على حصان. حصانه؟ انا والله مش شايفه حصانه، انا شايفه حمار، احمر واقف بيبصلك وبيشاور. ننزل يا قمر من برجك العالي وتيجي ناخد لفه على السد، ولا احنا يعني مش قد المقام؟ طيب يا ابن الدلاله، وديني وما اعبد لو حيلك. احسن، عشان تحرم تهوب نواحينا كده برضه يا شروق. ورحمه امي منعتني. الو، ايوه يا امل، انا شروق. ازيك يا شروق؟ انت فين يا بنتي من صباحيه ربنا بكلمك؟ كان موبايلك مقفول ولا ايه؟ ايوه معلش الظروف. كل سنه وانت طيبه، عيد ميلادك بكره مش كده؟ وانت طيبه يا حبيبتي. انت فاكره عيد ميلادي؟ تصدقي بقى انك اول واحده تقولها لي. طبعا فاكره، ده احنا زملاء وعشره عمر. انا مستنياكي في الحفله يا شروق، اوعي تتاخري او ما تجيش. ان شاء الله. الا اخبار ماما وبابا ايه؟ و الو الو، مش سامع حاجه، الصوت بيبعد قوي. ياه، خط وحش قوي النهارده. دي شروق مش كده؟ اوعي تكدبي وتقولي لي لا. يا قلبك يا اخي. هي. طب لما هي ومعاها موبايل بتكذبي عليا ليه؟ بتقولي لي انه معهاش. علشان لو عرفت هتفضل تزن على دماغي لغايه ما تاخد النمره، ودي واحدة جد مش بتاعت كلام حب في التليفونات، دي بتجري على أكل عيشها يا أدهى. يعني ما هياش متدلعة ومرفهة بحجة المذاكرة زينا؟ إيه؟ أنت هتديني محاضرة؟ مش عايز منك حاجة، خليكي أنت في مذاكرتك، أنا بقى هعرف أجيب النمرة بطريقتي. أنت سايب الخط مفتوح ولا إيه؟ بصي أدهى بلاش غلاش يا أدهى. أنا ما أعرفش حاجة يا باشا غير الناس كلها شافته. بس أنت بقى شفت تبص عين الكذب خيبة سعادتك. أنا شفت المركب بتحرق والناس بتقزح والنار ماسكه فيها، بس سعادتك في واحده شافت الجثه. واحده؟ مين دي؟ هجيبها سعادتك تحت رجليك، تتوجد دلوقتي حالا. مرسي روح معاها. ماشي يا باشا. بلاش مرسي سعادتك، يعني انا طول عمري بخدم الاسم، انا خدامك. سيبني بس ابين لسعادتك اماره. وانا مستني الاماره يا كوانا. طول سعاده الباشا. بعد اذنك يا باشا. بعدين